السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله يا ربي، ونتمنى لكم نهاركم يفوت زين، وإن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله يا ربي، يفرج علينا إن شاء الله. المهم هنا اليوم جيتكم غادي نوجد معكم دي بروشيت نتاع صدر الدجاج. هاهما أنا قطعتهم مرصويات صغار كما راكم تشوفوا، هاهما وغادي ندير لهم بروشيت. هنا غادي نفوتوا المقادير ديال العطور. هنا غادي نديروا بعدا ديجا شويه الملحه، الملح نديروا شويه ملح. هنا عندنا الفلفل الاحمر، نقولها باللغه لان كاين مصريات ما يفهموش ملي كنقولوا حنا لي زيبيس ديالنا كنقولوهم باللغه نتاعنا ما كيفهموش. هنايا الفلفل الاحمر الحلو شويه، وعندنا الكمون يا حبايبي مرحبا بكم عندي. وهنا فلفل اسود شوي شوي، فلفل اسود لا اسمحوا لي، هذا فلفل ابيض وهنا فلفل اسود. وهنا نديرو نعمل قزبرة وثوم. اذا ما عندكمش هذا كنشري نشتريه في ليدل. الا ما عندكمش ديروا قزبر مع الثوم، هذا فيه ثوم وقزبر مع دنوس يعني مخلط. نديرها كاملين ما بقاليش فيه بزاف. هنا نديرو شويه ديال الزيت البلديه، زيت الزيتون نديرو شويه، ونديرو صوص. الا كانت عندكم صوص الجيريان ولا صوص اللي كانت عندكم تحبوها، ولا سا ديبون لي صوص اللي تعجبكم، يعني ديروا لا اون صوص اللي تكون عندكم في الدار ديروها في هذا باش تعطيكم لوكو. انا عندي هذه كنديها مع اكسيون، هذه شويه حاره كتعجبني. الو غادي ندير شويه. وهنا نخلط كله، نخلطهم مزيان. العطريه كيجي الدجاج طري اكثر. هنا غادي نغطيه ونخليه في الثلاجه حتى نبغي نطيبو ونرجع لكم. هنايا البنات غادي نوجد لكم تيت سلطه نتاع لي كاروت. هذه لي كاروت نتاع الكونسيرف، كتجي حبات كاملين، قصيتها دواور كيما هكا. وهنا راني قطعت فيها الزيتون وقطعت فيها واحد المرصو ديال الفلفله الحمراء هكا، قطعته مرصويات صغار. ودابا راني نقطع في الزيتون باش راهي بان لكم كتكون زوينه. هاد لي كاروت نتاع الكونسيرف كتجي مع الجلبانه، كتبع مع الجلبانه مخلطه. وكندير شويه وشويه كنقصها ونديرها هكا يمتي تصالاد، وشاك فوا نديرها كتعجبهم بزاف كتجي زوينه. ماعادش نزيد، المهم نخليها هكا الزيتون سي بون ما نزيدوش. هنا غادي نحتاجو غادي نزيدو نجيب واحد المعلقه البنات باش نخلط. هنا نديرو شويه الليم، ها هو عندكم الليم ديال الحبه سي اونكور ميو، شويه الليم شويه فلفله حمراء، فلفله حمراء فلفل اسود وهنا زعتر الا كان عندكم زعتر ديرو، ما كانش عندكم ديرو قزبر ولا معدنوس ولا. انا غادي ندير هذا الزعتر كيجي زوين. الملحه ما نكثرش لان الزيتون مالح، وشويه كمون
فوالا وندير الزيت البلديه زيت الزيتون زيت الزيتون كتجي شهيه شهيه كتجي مزوينتها. انا دابا اليوم غادي ندير لي بروشيت نتاع البولي غادي نطيبهم باش نرافق هاد لابتيت سالاد كيما هكا كتجي هائله هائله. وبغيتو يعجبكم الحار حار بودره يعني حار مطحون. انا عندي حار مطحون تاع البلاد غادي ندير شويه لان كتعطي واحد البنه زوينه بالحار واللي ما يبغيش ما يديرش. ونخلطوها هكا نتمنى تعجبكم. السلام البنات هنا غادي نطيب هذوك درت هذوك لي بروشيت ها هما درتهم في 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 العمايد ديال العمايد هكا درت قصيت الفلفله الخضراء والفلفله الحمراء ودرتهم هكا باش يجيو ظريفين ما يجيوش كبار. مع المقله ما غاديش تجيك ديري العمود كبير هذا راه كان عمود كبير وقسمته على جوج باش يجيني هكا صغير. المهم هنا غادي ندير الزيت شويه الزيت هنا راني درت شويه لي فخيت للدراري وهنايا درت هاد لي ليغوم هادو كان الجلبانه ولا لي كاروت قليتهم غير شويه في الزيت وشويه الكمون والملح وصافي. هنا غادي نديرو الزيت شويه باش نقليو لي بروشيت ديالنا كتحمى الزيت وانا نديرو لي بروشيت ديالنا يتقلاو هكا كيجيو زوينين ويجيو يجيو رطب كيجيو بنان ويتحمروا مزيان. منكترش الزيت لان غادي يتسلقوا شويه حتى هما مع هما فيهم شويه الزيت البلديه هادشي غادي يتسلقوا. نقلي هادو اللي بقى نولي هما البنات هنايا انا قلبتهم شويه قلبتهم صغلو للتكوتي غادي ندير عليهم هاد المغلقه باش يدخلهم الطياب مزيان ومن بعد نولي لكم. ها هما البنات البروشيت وجدوا لنا ها هما راكم تشوفوا تحمروا مزيان كيجيو فريمون بنان ويتلقوا بحال يجيو كاراميليزي راكم تشوفوهم. ها شوفي مجمرين زوينين حتى ديك الفلفله دخلها الطياب. هنايا كما قلت لكم غادي نرافق مع الجلبانه والكاروت هادي نتاع الكونسيرف كتكون زوينه درت فيها غير الملحه والبزار. هنايا ديك السلطه اللي وريت لكم درتها بالكمون والزيتون والليم وهذا وهنايا شويه لي فخيت للدراري. هذا هو نتمنى تعجبكم لا فيديو وتبارطاجيو وما تنساوش تدقوا على الجرس وبارطاجيو مع احبابكم. وشكرا اللي راهم مشجعيني وشكرا اللي راه غادي يدخلوا عندي ان شاء الله جداد وبارك الله فيكم وليلتكم سعيده ان شاء الله. نتلاقاو فيديو اخرى ان شاء الله ونتمنى ما نكونش ثقيله عليكم. يا الله ليلتكم سعيده وسمحوا لي لشهيتكم. السلام عليكم.